أعلن وزير الصحة أحمد عماد الدين من محافظة بورسعيد أعلن عن إنشاء من 10 إلى 13 وحدة صحية جديدة في المحافظة بتكلفة إجمالية حوالي 130 مليون جنيه في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ضمن خطة دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. متابعة لسير الاستعدادات لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد، زار وزير الصحة والسكان المحافظة ليعلن مع محافظها خارطة طريق الأول من يوليو 2018. احنا بنأهل هذه المستشفيات، احنا قدامنا، احنا بقالنا فترة بنأهل. الزهور تم اعتمادها، مصح البحر بتاعت النساء والولادة مستشفى جديدة افتتحها سيادة الرئيس في مايو اللي فات، بور فؤاد بيتم استكمال الجزء الثاني بتاعها، المبنى الخرساني بتاع النصر هيبقى عبارة عن مستشفى أورام أطفال، مبنى مستشفى التضامن بتاع التأمين الصحي هيبقى أورام الكبار، مستشفى الرمد اللي موجودة هيتم تطويرها، مستشفى الأمراض النفسية اللي موجودة هيتم تطويرها، المبنى بتاع بورسعيد، مستشفى بورسعيد العام في مبنى اكتمل، هيتم اكتمال في خلال الست أشهر دول قسم للطوارئ فقط، مستشفى للطوارئ فقط هيتم استكمالها. ولأن وحدة طب الأسرة هي عماد المنظومة، تمت مراجعة توزيع الأسر جغرافيا، فوحدات الرعاية الصحية 32 في بورسعيد بحلول يونيو القادم سيرتفعون إلى 42 على الأقل، فيما تستمر مشافي حكومية 6 من أصل 8 تستمر في رفع قدراتها للوصول لدرجة الاعتماد. وبحسب تقديرات الوزارة فإن ثلث المصريين غير قادرين وسيعفون من رسوم التأمين، وفي هذه الحالة سيشمل الإعفاء نحو 250 ألف بورسعيدي من قرابة 800 ألف يشكلون تعدادها. إذن بدأ العد التنازلي لدخول أولى محافظات الجمهورية بورسعيد منظومة التأمين الصحي الجديدة. 3 مليارات جنيه أنفقت فقط لبورسعيد في 2017، لكن هذا ليس كل شيء، فالموازنة مفتوحة. من أمام مشفى النساء والتوليد التخصصي ببورسعيد، عمر نور الدين أونلاين.